امامنا البينيه محاوله وتعدي خطيره كوره فرصه امامنا شمس بيكلي يسند لبره ودي تسديده ولد يا ولد يا ولد يا ولد حميد ماوي يولع المباراه يخليها من اشتعال على ارض الملعب وكلمه السر في شمس بيكلي اللي هدي على كورته وعمل الاسيست الاستثنائي والخيالي بص لبره ورفع عينه وحط الكره لحميد ماوي اللي ما يهزرش وما يرحمش يسدد ويوجع شباك الحارس عمرو حسام يولع المباراة مع الدقيقة 89 ويحط الهدف الأول وهدف التعادل في الدقيقة 89 أمامنا هنا حميد ماو اللاعب التنزاني الخطير الخطير اللي يسهل حاجات كتير لكن البداية مع البينية وسانت كوريه كلمة من كلمات السر اللي موجودة في تشكيلة فريق نادي بتروجيت اتحطت العرضية والمتابعة ولا أهدى ولا أرسى شوف لاعب راسي وتقيل ما تسرعش في الكورة خد المدافع في ظهره وتقل على كورته ورفع عينه وبص وشايف اللي جاي من الخلف واللي لوحده وبدون رقابه حميد ماو سند الكوره وماو ما بيهزرش وما بيرحمش في المواقف او مع تمديد المباراه ادي امامنا التحدي الفردي حميد ماو ما بينه وما بين عمرو حسام ادي ماو يا ماو يا ماو يا ماو يسدد ويسجل يوجع للمره الثانيه شباك الحارس عمرو حسام ويحط هدفه الثاني في هذه المباراه